بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راغبين، إليك مخبتين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلم سخيمة قلوبنا، اهدنا لأحسن الأخلاق، واصرف عنا سيء الأخلاق. نسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وذريتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وأقربائنا وكل من سألنا الدعاء، والمسلمين أجمعين، برحمتك أرحم الراحمين. فاختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. واليوم نتكلم فصل في أحكام الغصب، والغصب من الكبائر على الراجح، وإن كان في تفصيل عند الفقهاء، لكن إيه المعلومة اللي هي بلا تفصيل، الغصب حرام، لأنه أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل حرام من الكبائر وليس من الصغائر. يبقى الغصب حرام، وليس هو أكل أموال الناس بالباطل فقط، بل ما يخص الناس، ما يخص الناس مطلقا من مال أو من منفعة، حتى ولو كان واحد جالس في المسجد وأقمته من مكانه لتجلس مكانه فقد غصبت مكانه، تبقى حرام إلى هذه الدرجة. تستغل بقى إيه يعني وجاهتك مثلا، فتيجي تخش كده تروح مقوم واحد من المكان وهو جاي قبلك، والمكان لمن سبق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استيطان الأماكن، وده بيحصل كثيرا. تبص لا تقول له لا ده مكاني، تكون انت بقى من اهل المنطقة وتصلي كل يوم في الجامع، وده راجل غريب فجاء قبلك، تقول له لو سمحت بس ده مكاني معلش صلي انت هنا. بيحصل كتير، انا بشوفها شخصيا، او ده نوع من الغصب، فاذا صلى صلاته غير مقبولة لانه خد مكان ما يحقلوش، فتبقى صلاته غير مقبولة، وبطلع عند الحنابلة علي الاعادة. حاجات بسيطة الواحد، لانه مش عارفين الاحكام، الناس بتتصرف كده. علشان كده في واحد يقول لك طب احنا مالنا يا عم باحكام الغصب واحكام العاريه واحد. مالك ايه؟ ده انت كل يوم بتحتك بالناس، ولازم تعرف حقوق الناس ايه، والا تروح في ده. اصل يجي بقى الغصب انه يعقد فدان ارض، يقول لك انا ادم ما خدش فدان ارض ما مش غصب. لا، ممكن تبقى غصب حاجات تانيه كتير، فربنا ينجينا. لدرجه لو طلب منك مال مثلا أمام الناس عشان يحرجك، فأنت من الحياء اديتهوله. الإمام الغزالي قال هذا نوع من أنواع الغصب كمان. شوف قد إيه، ودي بتحصل كتير، يعني ساعات يستغل فرصة إنك أنت مشغول أو مش فاضي إنك أنت تقول لأ، أو سمعت خبر فخلاك بقيت مش مركز، يقوم يستغل في الوقت ده، لو سمحت اديني الموبايل بتاعك، لو سمحت مش بتحصل كتير. وبعدين انت بقى مشغول يروح واخده منك، تنسى انت وتمشي، وبعدين تبقى ناسي يا ترى مين اللي خده، ضاع منك خلاص مع السلامه. انا شخصيا ضاع مني كذا موبايل بالطريقه دي،
واخد بالك؟ فبتحصل حاجات، لكن الحمد لله احنا بنسامح، احنا بنقول يا رب هو حلال عنده واحنا موافقين، ما يجراش حاجه ياخد، ما يجراش حاجه انك انت تسامح المسلم. لكن المسلم مش معنى انك انت هتسامح ويمكن تقع في ايد واحد ما يسامحش، تبقى مقلب، مقلب كبير يوم القيامه. فلازم الواحد ياخد باله من الاحكام المتعلقه بالتعاملات اللي بين الناس. كتير من الناس يقرا عن التصوف والاولياء والصالحين يقول لك انا عايز اخد الطريقه الصوفيه. الطريقه الصوفيه تعرف المعاملات دي، هو دي الطريقه، مش السبح ولا كتاب الورد. ما كل الناس ماسكين السبحه وشغالين، لكن ياكلوا اموال الناس بالباطل. يبقى صوفي ايه ده بقى؟ لا صوفي ولا لوفي ولا حاجه خالص، مش محصل حاجه. فلازم الواحد يعرف ان التصوف حقيقته هو عدم التعدي على حقوق الغير اصلا. عبوديه، عبوديه محضه لله عز وجل، والعبد ما يتعداش على ملك غيره خلاص، لانه لا يملك، العبد ده لا يملك مع سيده شيء. فالواحد ياخد باله من مثل هذه الاشياء. لان ايام ما كنا بندي دروس الفقه في ابواب الطهاره والوضوء والصلاه وبتاع، بص الجامع مليان، نخش بقى في ابواب المعاملات تلاقي اتنين تلاته بس. طب ما هي دي اللي عليها المحكه اللي بيها بتقبل الصلاه وبتقبل العباده وبترتقي الى الله، ما دي المشكله، هي دي المشكله. فناخد بالنا من مثل هذه الاشياء. فصل في احكام الغصب. يقول فصل في احكام الغصب، وهو لغه اخذ الشيء ظلما مجاهره. ده في اللغه، اخذ الشيء ظلما مجاهره. وشرعا، ايه تعريف الشرع بقى؟ الاستيلاء على حق الغير عدوانا، ويرجع في الاستيلاء للعرف، ودخل في الحق ما يصح غصبه مما ليس بمال، اللي هو يسموه الحيازه، يحاز ولكن ليس بمال، كلب صيد ملوش ثمن لكن في حيازتك، خدوا منه غصبوا منه، ما هو الكلب منهي عن بيعه، لكن انا عندي كلب صيد او كلب حراسه وجا غصبوا مني او خد مني جلد الميته، جلد الميته ده نجس، واخد بالك؟ يعني كان عندي خروف ومات فطيس، فراح سلخ وخد جلد ميتته ومشي من غير ما يستأذني. طب ما جلد الميتة ده انا ممكن يطهر بالدباغ، ممكن انا اللي اخده وادبغه وابيعه او استنفع بيه. طب تاخده ليه؟ عشان كده مع ان جلد الميتة ده ليس مالا، لان يحرم بيع النجس، مش كده برضه؟ لكن لو خده يبقى غصبا. عشان كده قال لك ايه؟ الاستيلاء على حق الغير، ودخل في الحق ما يصح غصبه، ما قالش على مال الغير، الحق الغير. لان لو قال مال الغير هيبقى يخرج الحاجات، هو عايز يدخل الحاجات دي كمان. فقال لك ايه؟ ودخل في الحق ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة، وخرج بعدوان. ما هو لازم يكون خده، خد حق الغير عدوانا، لكن لو خد حق الغير بحق خلاص ما يجراش حاجه. زي انا اجر منك شقتك، شقتك انت تملكها وانا اجرتها منك وخدتها منك، ما انا واخدها بحق لان بعقد، يبقى دي مش غصب لان احنا عاملين عقد بينا، مش كده برضه؟ لازم يبقى عدوان، يعني بغير ايه؟ بغيرها. وخرج بعدوان الاستيلاء بعقد. ومن غصب مالا لاحد يحصل ايه بقى؟ حاجات كتيره بقى تنبني عليها واجبات كتير. اول حاجه لازمه رده لمالكه. طبعا قبلها عند اهل السلوك الندم والتوبه والعزم على عدم العوده ورد الحقوق. يعني قبل حتى ما يرد لازم يندم ولازم يعزم على عدم العوده، ما يعملش كده تاني، واخد بالك؟ وبعدين يستغفر الله وبعدين يرد الحقوق. لكن هنا الكلام مع الفقهاء عايز بس ترد الحق، وبينك وبين ربك بقى بتوب. ومن غصب مالا لاحد لزمه رده لمالكه ولو غرم على رده اضعف قيمته، ولزمه الحاجه الثانيه ارش نقصه، ان نقص
كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص بغير لبس. ونمرة ثلاثة: ولزمه أيضا أجرة مثله. يعني هو خد منك السيارة غصبا بتاعتك وقعدت عنده شهر لحد ما ضميره أنبه وحضر الدرس ده عندنا، فعزم ان هو يتوب الى الله وقال لي انا هرد السياره اللي انا واخدها مش من حقي دي. فراح طالع، يبقى لازمه الرد اول حاجه. والسياره استعملها طول الشهر، نقصت حاجات استهلكت، عليه كمان يعمل لها الصيانه بتاعتها. دي اول تاني حاجه اللي هو قرش النقص. ومش كده وبس، ولازمه حاجه ثالثه، السياره دي والموديل ده بيتاجر في اليوم بكام؟ بيتاجر في اليوم ب 100 جنيه. 100 جنيه في 30 يوم يبقى يدي لك كمان 3000 جنيه أجرة مثله كمان، واخد بالك؟ يعتبرها ان هو كان هيأجرها منك واستعملها إيجار. وإيجار السيارة عند بتوع مؤجرين السيارات، الموديل ده يسأل بكام الموديل ده بيتأجر في ال 24 ساعة، يقول له بيتأجر بكذا، يضرب الكذا ده في عدد الأيام. خدت بالك؟ أدي إيه حاجة. ولزمه أجرة مثله. فهمت ازاي الأجرة بقى؟ أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح. افرض السيارات بعد ما خدها دي بعد شهر، لما خدها 60,000 عملوا قوانين ولغوا الجمارك فالسيارة نزلت للنص، خلاص هو ملوش دعوة، هو يجيب السيارة وخلاص، هو مش دعوة بقوانين بقى اللي. فهمت بقى ازاي؟ أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح. على الصحيح يعني في مقابل للصحيح وجوه تانية. وفي بعض النسخ ليه بقى في وجوه تانية؟ لأن يحتمل إنك أنت كنت هتشعر إن القوانين هتتغير، ألحق بيع السيارة في الغلا. فهو لما غصبها منعك من التصرف فيها لأنها ما كانتش في إيدك. يبقى برضه غرمك. فمقابل الصحيح نظر للجهة دي. واضح؟ وفي بعض النسخ: ومن غصب مال امرئ أجبر برده إلى آخره. فإن ضمنه فإن تلف. طب افرض تلفت منه بقى، السيارة دي اتحرقت منه، عملت حادثة بقت خردة، تلف منه. فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان له مثل، أي المغصوب كان ليه مثل. والأصح أن المثل ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون. الغالية اللي هو خليط بيستعمل من العطر كده، يعني حاجات تركيبية يعني تركيبات. ومعجون برضو حاجات بتتعمل بتتعجن على بعضها. انت عارف السلم ما ينفعش في الحاجات اللي هي فيها الصنعة، الحاجة اللي فيها الصنعة اللي هي الخليط زي كيك زي كحك ينفع في دقيقة، انما ما ينفعش تعمل سلم في كحك، ما لان الكحك مكون من سمن ومن دقيق ومن طريقة خبز ومن شكل وطعم، حاجات كتيرة صعب ضبطها. فعلشان كده قال لك ايه: وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله. يبقى لو كان ليه مثل يضمن مثل، طب مالوش مثل يضمن قيمته، نشوف قيمته كام. ضمان المتقوم في قوله او ضمنه بقيمته ان لم يكن له مثل، بان كان متقوما واختلفت قيمته اكثر ما كانت. هيضمنه بقى قد ايه؟ في باب الغصب يضمنه باعلى سعر، لكن احنا لما قرينا في باب الإعارة لما يسيء الاستعمال يضمنه بإيه؟ بسعره يوم تلفه. واضح؟ لكن لأن التاني المستعير ده واخدها بإذن صاحبها مش متعدي، فأنا ما أغلص عليه. واضح؟ لكن هنا ده واخدها غصبا، يبقى لازم نغلظ عليه عقوبة فنضمنها بأعلى سعر. وقت بأن كان متقوما واختلفت قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. والعبرة في القيمة بالنقد الغالب. يعني خد مني السيارة
والسيارة تلفت في ايده وتغيرت القوانين فزودوا الجمارك، فالسيارات غليت قوي او لغوا استيراد السيارات، فالسيارة بدأ ب60 ألف بقت ب200 ألف. هو يوم ما خدها مني كان 60 ألف، بس دلوقتي بقت ب200 ألف. القوانين اتغير، يضمن لي 200 ألف، يضمن لي قيمتها النهاردة يوم ما هيردها لي. شوف قد ايه بقى التغليظ. أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. والعبرة في القيمة بالنقد الغالب. القيمة هي النقد الغالب بقى. إحنا في مصر يبقى الجنيه المصري. طب افرض في بلاد زي مثلا، تروح مثلا في العراق. أنا زرت العراق قبل الغزو. عندهم كان الدينار الكويتي، الدينار العراقي، والدولار. الاثنين في السوق يتعاملوا بأي حاجة. معاك دولار تديله يقبل، معاك دينار يتديله يقبل، يبقى متساويين. يبقى ساعتها بأيهم يتخير لو في بيتعاملوا بعملتين؟ لكن لو ما يتعاملوش إلا بنقد غالب يبقى بالنقد الغالب. خدت بالك؟ والعبرة في القيمة بالنقد الغالب. فإن غلب نقدان وتساويا، قال الرافعي، عين القاضي واحدا منهم. ده الكلام اللي هو قاله الشيخ ابن القاسم على شرح على متن الغاية والتقليد. نشوف كلام الشيخ البيجوري. فصل في أحكام الغصب كوجوب رده. بيدي لك أمثلة للأحكام، يعني أحكام جمع حكم، كوجوب رده ولزوم أرش نقصه وأجرة مثله إلى غير ذلك من الحاجات المتعلقة به. والمعتمد أنه كبيرة مطلقا. الغصب حكمه إيه؟ حرام كبيرة من الكبائر. وقيل كبيرة إن كان المغصوب مالا بلغ نصاب سرقة، وإلا فصغيرة كالاختصاص ونحوه. بعض الفقهاء قال لك لو كانت قيمة المغصوب أقل من نصاب السرقة اللي فيه القطع بيقطعه في ربع دينار، بيقطعه في ربع دينار. نصاب ربع دينار يعني كام جرام ذهب وايه وربع الربع، يعني 1/16 جرام ذهب عيار 21. دلوقتي كام بجرام الذهب دلوقتي؟ تعرفوش؟ محدش جاي بيقرا الحاجات دي. نقول مثلا زي ما يطلع، نقول مثلا جرام الذهب ب 200 جنيه مثلا. نفرض نفرض انه ب 200 جنيه، يبقى معناه لو سرق اقل من 200 جنيه او غصب اقل من 200 جنيه تبقى حرام صغيرة، لكن 200 جنيه في طالع يبقى هتتقطع ايده، يبقى كده كبيرة. واخد بالك؟ بعض الفقهاء قالوا كده. بعض الفقهاء التانيين قال لك لا، هو كبيرة مطلقة حرام بأي حاجة، صغيرة زي كبيرة. طبعا لما يبقى كبير يبقى اكتر في الحرمة، لكن هو كله حرام من الكبائر، والكبائر اصلا تتفاوت. احنا عارفين مثلا ان الزنا بحليلة الجار تساوي 70 زانية عند الله. يعني واحد لو زنى بمرات جاره كأن مرة واحدة كأنه زنى ب70 امرأة. وهو ده زنا وده زنا. شفت قد ايه؟ يبقى الكبائر اصلا تتفاوت في كبرها برضو عند الله عز وجل. وبالتالي قال لك ان هو كبيرة، لكن ايه؟ كلما كانت القيمة اشد وكان صاحبها في حاجة اليها كلما ازدادت حرمة. واضح؟ وانا اميل ان هو من الكبائر مطلقة، كبائر مطلقة بغض النظر عن قيمته ايه. يعني لو غصب منك جنيه مصري، الجنيه المصري يمكن لو وقع منك دلوقتي تكسل توطي تجيبه، ملوش قيمة خالص. حتى تلاقي واحد معدي في جنيه وقع، خده يلا السلام عليكم، يعني حتى مكسل لان انت ظهرك بيوجعك، هتوطي تجيبه وهتجيب دواء ب10 جنيه مثلا. فيعني ملوش قيمه خالص، مش كده برضه؟ فايه؟ فحتى لو غصب منك جنيه مصري اللي هو ملوش قيمه دلوقتي حاليا في زماننا ده، يبقى برضه كبيره من الكبائر. ده الراجح يعني. لكن بعض الفقهاء على اي حال غلب عليهم الفقه فقال لك احنا نخلي لنا حد ايه؟ حكاية نصاب السرقة. وإلا فصغيرة كالاختصاص ونحوه.
الاختصاص يعني ايه؟ يعني خد منك حاجة نجسة، حاجة ملكك بس نجسة، والنجاسة لا تباع، لكن انت ليك فيها مصلحة. زي روث البهائم ده، مش بيلموه في الأرياف ويخبزوا بيه، وساعات كمان يحطوه سماد في الأرض، مش كده برضو؟ يعني ليه قيمة لكنه نجاسة، ما يتباعش، ده اسمه اختصاص. خد منك روث البهائم بتاعتك اللي انت أصلا عاملها علشان تولع بيها الفرن، يبقى ده اسمه خد منك اختصاص. فبعض العلماء قال لك اللي هم قسموا، قال لك يبقى كده حرام بس من الصغائر. احنا برضو مش معاهم، انا مع ان هو كبيرة مطلقا، انك تاخد حق الغير بغير اذنه حرام من الكبائر مطلقا. ليه؟ لان حقوق الناس مبناها المشاحة مش مبناها المسامحة. ما بيقول لك ايه، في قاعدة فقهية، الاصل في الاشياء الاباحة وفي الاموال والاعراض الحرمة وفي العقود التقييد، مش كده برضو؟ يبقى في قواعد عندنا كده ماشية على طول. الاصل في الاشياء الاباحة، الاشياء يعني ايه؟ يعني انت رحت بلد لقيت عندهم فاكهة مش في بلاد، ولا شفت اجدادك عمرهم كلوه، كل الاصل في الاشياء الاباحة، كلتها لقيت نفسك اتسطلت، دي حرام بقى مش هاكلها تاني، لكن انت لما كلتها فاكلها فاكهة نبات من الارض لا يؤثر على حاجة، لما كلتها نمت فيها 3 ايام، الله ايه دي المصيبة اللي انا كلتها دي، دي الزهر الفاكهة دي ايه فيها نوع مخدر، الزهر حشيش دي ولا ايه دي، ولا افيون دي، ولا ايه المصيبة اللي انا كلتها دي، تبقى حرام. لكن اما هجمت عليها اول مرة وانا ما اعرفش مباح، لان الاصل في الاشياء ايه؟ الاباح، الا ان يظهر فيها سبب في حرمتها. والاصل في الدماء والاموال والاعراض الحرمة. يعني انا لقيت محفظة مرمية مليانة فلوس، يبقى دي انا اقول الاصل في الاشياء الاباحة المحفظة فيها مال، الاصل في الاموال الحرمة، يبقى دي اسمها لقطة، تبقى امانة في ايدي، ادور على صاحبها اديها له، حرام علي اتملكها، واضح؟ يبقى الاصل في الاموال وفي الدماء والاعراض الحرمة، والاصل في العقود ايه؟ التقييد. التقييد حسب اللفظ، العقود الالفاظ والشروط شريعة المتعاقدين، مش كده برضو؟ فيبقى لما نقول ان الاصل في ايه؟ في الاموال الحرمة، يبقى حرام، سواء كانت طبعا ايه؟ هنا بندخل فيها الاختصاص، الاختصاص لان له فيها انتفاع، وان كان المختص به قد لا يكون مالا، زي الحاجات النجاسة، زي جلد ميتة، جلد ميتة ما ينفعش يبيعها. افرض راجل عالم حشرات وعنده حشرات بيعمل عليها تجارب، وجيت انت رحت سطيت عليها خدتها منه، او عالم بيشتغل في التعابين وبياخد من سم التعابين يعمل ايه أدوية علشان أمصال عشان يحمي الناس اللي أرسهم التعابين، التعبان ده ما تبيعوش، يحرم بيعه لأنه ضار، لأن مأمورين بقتله أصلا، فهمت إزاي؟ لكن هو عنده تعابين جاية له من جميع أنحاء العالم، وجاية له منقولة في طيارات ومكلفاه، وبيأكلها كل يوم فيران، وبيأكلها كل يوم شغل، يعني مكلفاه موظف لأن دي شغلته، فاسمه اختصاص بقى، الحاجات اللي يملكها دي لا تتملك لكنه اسمها اختصاص تحت حيازته، فهمت؟ فلو جيت سقطت عليها وخدتها منه يبقى حرام برضه، وهكذا. اللقطة لو ما عرفت الصحابة له ان يتصرف فيها على انها تبقى في ذمته لما يظهر في يوم من الايام، يعني يعرف قدرها ايه وقيمتها ايه وبتاع، جاء في يوم من الايام جاله ان شاء الله بعد سنوات طويلة وطالبوا بيها، اديله هيديها له، يديله بدلها، كويس؟ احنا قلنا احكام اللقط احنا كنا عملنا لها قاعده مخصوصه. بالنسبه للميتة قد الانسان صاحب الميتة يسلخها ويبقى الجلد عندهم، يعني فدي ياخده يدبغه بقى، لكن لا يبقينا لانه هيبقى نجس. جلد الميتة يطهر بالدباغ، مش كده قلنا؟ في هذه الحاله لو انا غصبت هذا الجلد يبقى انا مطالب برده، لكن لو هذا الشخص رمى الميتة كلها خلاص رماها بقى في الشارع مش بتاعته، ما بقتش ملك حد. يبقى لو واحد
وانت معدي كده خدتها خلاص ما يجراش حاجة. اذا كان معروف ان المكان ده مكان مزبلة يعني الناس بترمي فيه الحاجة التي لا، لكن افرض حطتها قدام باب داره، ما يمكن حطتها قدام باب داره لحد ما يطلع يجيب شوية ملح يجيب شوية حاجات، انت يعرفك ان هو رميها، لازم يكون رماها في المزبلة اللي هو المكان المتعرف عليه ان ده المكان ده الناس ايه مش محتاجة الحاجة دي. يعني انت تحتار بقدر الامكان ما تاخدش فلوس حد ولا حق حد ولا حق حد كمان. يعني لو جالك عامل يشتغل عندك وبعدين طلب لك منك اجر معقول، فانت قعدت تخصم واديته ربع اجره او ما اديتلوش اجره، غصبت منه ماله لانك غصبت جهده، تبقى غاصب، حرام من الكبائر، ولازم المقاولين يعرفوا كده. كم من عمال تشتغل مع مقاولين وياكل حقوقهم، وكم مهندسين يشغلوا عمال وبعدين ياكلوا حقوقهم عشان المهندس مثلا ما خدش الفلوس من المالك، يقوم ايه يقول لك طب انا ما اخدتش، طب بس التاني تعب، اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عمله، وانت ضامن، انت تضمن بقى، انت تبقى تتعامل مع المالك بينك وبينه براحته، لكن العامل ده عايش يوم بيومه ازاي تسيبه؟ حرام. كل دي حقوق ناس حرام ان الانسان ياكلها. والا فصغيرك الاختصاص ونحوه، والاصل في تحريمه قبل الاجماع، الاصل يعني الدليل في كتب الفقه لما يقول لك الاصل يعني الدليل، والاصل في تحريمه قبل الاجماع، كان اول يعني اول حاجه الكتاب والسنه وبعدين الاجماع، فقبل الاجماع يجيب لك القران وبعدين يجيب لك السنه وبعدين نمره 3 الاجماع ونمره 4 القياس ونمرة 5 المصلحة أو مخالفة مقاصد الشرع أو أي حاجة بقى. يعني لازم نبدأ بالكتاب، السنة، الإجماع، القياس، العقل، الدليل العقلي، يعني ممكن في بعض الحاجات حرام بالأدلة العقلية بس. والأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. ونجيب آية ثانية ويل للمطففين، يعني المصيبة دي، ما دي برضه دليل، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوون إذا كلوهم أو وزنهم يخسرون غصب، مش كده برضه؟ دي برضه من ضمن الحاجات، وده بقى الجماعة اللي شغالين في الروبابيكيا ياخدوا بالهم، والحاجات المستعملة ياخدوا بالهم، لأن ياما بياكلوا أموال الناس بالباطل حرام بسبب الحاجة، عشان بتيجي تبيع حجرة عندك مستعملة هو عارف ان قيمتها 2000-3000 جنيه مثلا، يقول لك لا دي ب 200 جنيه بس، ليه؟ لانها مستعملة ومش عارف تعرضها وانت مضطر، وهو عارف من جواه ان دي مجرد تدهن كده وبتاع، يعرضها يبيعها ب 2000 جنيه حرام عليه، واخد بالك؟ حرام عليه، لازم ياخدها بقيمة تناسبها، ما يستغلش ظروف الناس، وعارف الناس لو مشيت بالطريقه دي ربنا يبارك لهم في كل حاجه. بس التاني بتاع الروبيك تيجي تقول له كده يقول لك طب انا كده مش هكسب، لا والله هتكسب كده، انت هتكسب مكاسب طائله، ليه؟ لان هيبقى فيها بركه، لكن انت مش دريان، انت فاهم من الحكايه الكسب والمكاسب بواحد واثنين وثلاثه، لا ده مش بواحد واثنين وثلاثه، ده بالبركه. واخبار، يبقى السنه، يبقى جاب لك الكتاب، تاني حاجة أخبار، هيجيب لك السنة. وأخبار كخبران حديثان، يعني دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، أهو شوف إيه الأصل أهو في الدماء والأموال والأعراض، إيه أهو دليلها الحديث النبي، واخد بالك؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وخبر من غصب قيد شبر من أرض، وقيد شبر تتقري قيدة وقيدة، لكن الغالب في التفاسير قيدة بكسر القاف، وقليل من كتب الحديث كتبينها بفتح القاف قيدة، وهي قدر، ويبدو أنها فيها لغتان، قيد شبر وهي المشهورة بكسر القاف، وفيها لغة أخرى بفتح القاف قيد شبر. فلو سمعت واحد قال لك من غصب قيد شبر ما تردوش، صح ماشي،
لكن صحيح البخاري متشكل قيدة شبر، اللي هي لجنة بقى التشكيل الكبار أو اللي قعدوا يشكلوا زي البخاري كلمة كلمة، راحوا إيه شكلوها. وفتح الباري ابن حجر يقول لك قيدة شبر بكسر القاف وسكون الياء وفتح الدال، أي قدرة، أي كده في إيه فتح الباري. بعض الكتب التانية زي في الطبراني وغيره والسنن الكبرى ومش عارف إيه، تيجي تدور يقول لك قيدة وقيدة بفتح القاف وكسره لغتان ويمشي حاله، يبقى ما يجراش حاجة. من غصب قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، وده بيبين لك حرمة الغصب وإيه وشدة العذاب عليه يوم القيامة، وأنه هيبقى عذاب بفضيحة مش عذابه بس. ولا مانع من حمله على ظاهره بأن يطول عنقه جدا حتى يسع ذلك، وقيل هو كناية عن شدة عذابه. احنا عندنا قوانين يوم القيامة مختلفة غير قوانين الوقت. أما النبي يقول طوقه من 7 أراضين في عنقه، خلاص احنا مالنا بقى، ربنا هيخلق قوانين جديدة تصلح معاها الحكاية دي وخلاص. انت مالك انت بقى تقول اصله هيطور رقبته، لا ده هيأثر رقبته، ده مش حد. انا محبش الطريقة دي، محبش الطريقة دي. كلام النبي حلو كده وما تلعبش فيه، لان في كل مرحلة لها قوانينها، النوم ليه قوانينه، والحياة البرزخية لها قوانينها، وحياة الجنين جوه بطن أمه لها قوانين، وحياة النطفة لها قوانين، وحياة عالم الذر، وإحنا كنا في أرحام الأمهات وفي أصلاب الآباء لنا قوانين، وهكذا قوانين في أي صورة ما شاء ركبك، وفي كل صورة لها قوانينها. فما فيش داعي بقى نقول إيه نقوم نحسبها بقوانين الدنيا. أنت مالك يا أخي، أنت مالك بقوانين الدنيا الوقت ده هتتغير، ده الارض يوم نبدل الارض غير الارض والسماوات، واليوم هيبقى غير اليوم، والزمن غير الزمن، والشمس تقرب حتى تبقى شبر. طب ما لو الشمس قربت دلوقتي شبر نتحرق ونموت، لا ده تقرب شبر والناس ما تتحرقش، يبقى قوانين جديده، يبقى الحكايه نظام جديد بقى ما لناش دعوه بيه اننا نقعد نعملها. ناس يقول لك كنايه وده على سبيل المجاز، وناس ثانيه يقول لك لا على الحقيقه بس يطور رقبته، لا ده مش عارف الكلام ده، يعني ما يستاهلش حتى الحبر اللي اتكتب. واحلى حاجه كلام النبي تسيبه كده، تكتبه كده ويبقى تفسيره تلاوته زي ما النبي قاله، هو احنا هنبقى افصح من النبي؟ خد بالك فتسيبه. يبقى خبر من غصب قيد شبر من ارض طوقه من 7 أراضين، وده تفسير قول الله عز وجل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة. يبقى النبي بيفسر، واخد بالك في القرآن اهو، فتلاقي كل حديث وراء آيات وراء آيات قايلها النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا بس نفسنا بس حكام المسلمين ومسؤولين المسلمين يقروا باب الغصب، علشان ياما غصبوا أموال الناس بلا يعني حق، فربنا ينجينا. طردهم من بيوتهم وخدوا أراضي وخدوا مش عارف إيه، وورثوها لأولادهم جيلا بعد جيل، وربنا ينجي. فلو درسوا، يعني أنا لو في إيدي وزارة التربية والتعليم أقرر باب الغصب ده من أول أولى ابتدائي، كل سنة أقرره لحد ما يتخرجوا من الجامعة، بس كل سنة لا كل سنة إيه نقولهم بقدر بتوع أولى ابتدائي، نقوله لهم كلمتين بس، وتانية ابتدائي نشرحهم أكتر، تالتة ابتدائي نشرح أكتر، لحد ما نديهم حشية البيجوري وهم في ثانوية عامة، بحيث يطلعوا كل واحد فاهم إن ده حرام، فاهم. يوم ما يجي يبقى مسؤول يبقى عنده المناعة دي. فيا ريت والله نعلم الناس، لأن ياما ناس خدت أموال الناس بالباطل وكل يوم بتحصل. وحتى الناس لما يجوا يقسموا الارث بينهم وبين بعضه يظلموا اخواتهم ويظلم عمته ويظلم مش عارف عمه ويظلم، لما يبقى ارث بقى على سبيل المشاع ويبتدوا يقسموه يا بتحصل مجازر، وده عايز اللي على الناصيه وده عايز اللي مش عارف على الشارع وده اللي عايز، وكل واحد عايز ياخد حق التاني. حرام حرام الحاجات دي كلها. قول وهو اي الغصب، وقول لغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة،
وقيل تعريف تاني من حيث اللغة، أخذ الشيء ظلما فقط من غير مجاهرة، ودخل في الشيء المال وإن لم يتمول. أما يقول أخذ شيء يقول لك يدخل فيه أي شيء ولو ليس بمال، كحبة بر. يا يعني لو خد حبة بر، حبة قمح ما يملكهاش حبة، وانت ينفع تقف في السوق تبيع حبة قمح؟ هي دي مش مال، حبة قمح دي مش مال، واخد بالك؟ مش مال. لكنها لو خدتها مش من حقك غصب، يعني لو حطيتها كده وبلعتها زي قرص الاسبرين تبقى اكلت اموال الناس بالباطل، حرام. شوف قد ايه لما تقرا في كتب الفقه قد ايه ربنا يربي فيك الحساسيه انك تخاف تاخد اموال غيرك. وكانوا يحكوا على سيدنا الامام ابو حنيفه، ابوه سيدنا ثابت، كان بيقول لك سند ظهره على بستان، فوقعت ثمره خارج البستان من شجره كده ليها فرع خارج البستان، فاكل نصها وكان تعبان ويوم حر، وبعد ما اكل نصها افتكر انها مش ملكه، فقام خبط على صاحب البستان، طلع الحارس قال له والله انا بس معلش انا اكلت نص الثمره دي وانا بستسمحك علشان يعني تهب لي الثمره كلها او تسامحني في النص وخد النص اهو التاني اللي كلته. قام التاني قال له وانا صاحب البستان ده انا حارس، تعال نوديك لصاحب البستان. قعدوا يدوروا على صاحب البستان لحد ما راحوا له، وبعدين بيستأذنه ويقول له يعني ان انا اكلت نصها. وشوف قد ايه بس الحساسيه المتربيه عند الناس في الجيل ده ان هو يخاف ياكل اموال الناس بالباطل. ايه يا عم ده انت بتبقى بتشتري فاكهه والراجل عايز يوزن قاعد بتاكل، مش كده؟ مش بيحصل؟ والراجل من احراجه عشان مش عايز يخسر الزبون يسيبك ويبقى محرج، حرام، لانك انت بتاكل مال وينها بالباطل. استغل فرصه ان الزباين قليله وانك انت هتاكل، واخد بالك؟ وتقعد بقى تاكل كده ووزن لي وزن لي وزن لي، وفي الاخر بعد ما يوزن ويعمل وكل تنتج كيلو تقول له كيلو بكام؟ 7 جنيه. لا لا غالي غالي، السلام عليكم. ما ينفعش كده، ما ينفعش، حرام. فالمهم يعني ايه، فلما قابله صاحب البستان قال له انت جاي لي المشوار البعيد ده، الزهر كان قاعد في بلد تانية، فسافر له سافر له يعني بذل مجهود قد البتاع دي كلها. قال له انت تعب نفسك ده كله علشان اسامحك؟ طب انا مش مسامحك بقى. قال له بس ايه الحل طيب؟ قال له مش مسامحك الا لو جوزتك بنتي. هو الراجل اعجب بيه بقى، ما لقاش حد يعني بالامانه الحلوه دي. قال له خلاص ما يجراش حاجه، اتجوز بنتك. قال له بس بشرط دي عاميه وطرشه وعرجه وقبيحه جدا. قصه معروفه، كان مقرر علينا زمان في اعدادي كده، قصه الامام ابو حنيفه النعمان في اعدادي باين ولا في ثانوي كانوا كاتبينها يعني. فالمهم يعني ايه، فقال له خلاص توكلنا على الله، هنعمل ايه؟ مفيش حل انك تسامحني يوم الايام لما اتجوز الدميمه الخرصه العرجه المصيبه دي، هنتجوزها احسن من نتحاسب يوم الايام. فجوزها له. المهم طلعت في الاخر بنت جميله ومن اهل الفضل واهل القران، وانجبوا الامام ابو حنيفه اللي هو لحد دلوقتي نقول رضي الله عنه، واخد بالك؟ كل ده بسبب ايه؟ الورع والحرص على الحلال والحاجات الحلوه دي. وان لم يتمول كحبه بر، والاختصاص كسر جين. يعني مثلا انا لعلمك لما اروح انا اشتري من عند مثلا بقال ولا مش عارف، يقول لي دوق دي يا بيه دوق دي، ساعات البقالين كده عشان يعني لا يمكن انا اكل حاجه. شكر جزاك الله خير. يقول لي لا ده دوق يا عم اسناني بس مخرمه ما اقدرش، لازم اصلا ما اكل حاجه. اعتذر له بقى وخلاص، اي حاجه، اي عذر، اي كلام. المهم انك انت ايه، مفيش داعي، لانه هو عايز ياكلك علشان يكسب زبون، مش بياكلك كده لوجه الله. فممكن تبقى معلوله، نيه معلوله كده، فالاحسن تبعد عن الحاجات دي، خد بالك. ولا هتعمل زي الجدع في الفيلم زمان، واحنا اطفال كنا شفنا فيلم زمان، اللي رايح يشتري جبنه وقاعد يقسمها وياكل من هنا وياكل من هنا وياكل من هنا، ومش عارف، مش عارفين دي الحكايه دي كنا شفناها زمان واحنا اطفال كده في الفيلم. ادي كلها بيعلموا الناس ازاي ياكلوا اموال الناس بالباطل.
وزي برضو النكتة اللي كنا نقولها لبعضنا واحنا في ابتدائي، واحد دخل عند الراجل بتاع لحمة قال له اديني 2 كيلو بفتيك وزن، واديني 2 كيلو مش عارف من الفخدة، و3 كيلو مش عارف ايه، وعندك كبدة؟ قال له اه اديني كمان 3 كيلو، عمل له لف قد كده، وفي الاخر خد اللفات كلها، قال له عندك قلب؟ قال له اه، قال له اجري ورايا بقى. فما ينفعش، يبقى كده حرام لانه كده اموالنا. قوله وهو وان لم يتمول كحبة بر. والاختصاص، الاختصاص زي ايه؟ كالسرجين، السرجين اللي احنا نسميه ايه، روث الطيور والحاجات دي ايه في الارياف، اسمه السرجين. بيسموه ايه بقى في الارياف؟ السباخ. اه الكلمه دي طايره من اصل انا بقى لي كتير ما بروحش الارياف. صح، السباخ، يسموه السباخ، اللي هو اسمه السرجين في كتب الفقه، اللي هو السباخ. كالسرجين والخمر المحترمه، هي الخمر ممكن تبقى محترمه اه لو ملك كتابي ويكون من اهل الذمه، تبقى هي مال عنده لكنها مش محترمه عندنا، خدت بالك؟ يبقى الخمر المحترمه ان يملكها غير المسلم وتكون متمولة عنده ويكون عايش في بلاد المسلمين، إما بسبب عقد المواطنة أو عقد الذمة. وعقد الذمة أو عقد المواطنة الاثنين جائزين شرعا، بس الذمة ليها شروطها والمواطنة ليها شروطها. المواطنة مش هيدفع حاجة لكن هيحمي نفسه ويدخل في الجيش، واخد بالك، ويحارب معانا وكل حاجة، خلاص على دماغه. لعلمك المسيحيين في مصر لو عرفوا إن لو دفعوا الذمة الجزية اللي هي ضريبة الدفاع عنهم وما يدخلوش الجيش ولادهم هيدفعوه، يقول لك يا سلام ندفع، لو هم بيدفعوا رشاوي عشان عيالهم يطلعوا من الجيش أصلا. طب ما انت تدفع يا سيدي كل سنة، ادفع لك 500 جنيه ولا بتاع وخلاص، ومش هيدخل الجيش لوحده. لكن هم مش فاهمين الأحكام، وإحنا أصلنا شوهنا الأحكام كمان، فظنوا إن الأحكام دي تحكم فيهم وإذلال ليهم ومش عارف إيه، مش المسألة مش كده. المهم ان الخمر ممكن تبقى محترمة لو كانت ملك غير المسلم وهي مال عنده، كويس، وبغير المسلم الذمي او المعاهد او المواطن. بإيه؟ يبقى نزود المواطن دي، المواطن دي الوقت، لان الفقه تغير في زمن، كان زمان يقول لك الذمي الخمر المحترمة لغير المسلم المعاهد. معاهد يعني ايه؟ يعني بيننا وبينه عهد بس عايش في بلده، كويس، او ذمي يعني عايش في بلادنا، واضح؟ طب افرض الخمر دي ملك مسلم، واحد خدها، تبقى غير محترم، ما يضمنهاش، ما يضمنهاش، خدت بالك؟ لان غير محترم عند المسلم. خنزير عند مسلم ده غير محترم، لكن خنزير عند حنة وعند جرجس محتار، واخد بالك؟ وهكذا. والخمر المحترمة والمجاهرة يعني الجهر، وهو ضد الخفية، ضد الخفية يعني. وخرج بها نحو السرقة، لأن السرقة ما بتبقاش جهرا، لبل تاخد ايه من حرز مثله خلصة السرقة، انما الغصب عيني عينك كده، عيني عينك مش همه، ويستعمل القوة والغلبة. لو استعملها في حتة فاضية مفيش غيركم يسموها محاربة مش غصب، كمان يبقى اسمها حرابة، واخد بالك؟ لكن لو في وسط الناس كده بس، هو راجل وجيه، عضو مجلس الشعب، وزير، شرطي، شغال في الجيش، حاجة كده هيلمان، وحاطط دبورة، وحاطط مش عارف ايه، وشغلانة، ومعاه عربية البوكس، ما تقدرش تتكلم، ويخش على الجدع الفكهاني من دول ياخد الميزان وياخد الحاجة ويروح راميها في العربية ويركب، حرام، غصب، غصب كده. وده بيحصل كل يوم على فكرة، شرطة المرافق بتعمل الحكاية دي. المفروض شرطة المرافق لو خدت الحاجات دي ترجعها لأصحابها تاني، لأن هم المخالفة أصلا لا تعاقب بمخالفة، المخالفة إنه واقف في طريق مش مناسب البيع،
ده لا يجيز ليك يا حاكم انك انت تاخد ماله. فان خدت ماله علشان شغل الطريق يبقى اما يروح تحفظه له وترده له وتقول له ما توقفش تاني في الشارع، او ياخد منه غرامة اشغال طريق ويسيب له ماله زي ما هو. بس انما ما فيش حاجة اسمها يلم الحاجة والكراسي والدنيا والزباين حتى فوق الكراسي يشيلها كمان هو يحطهم معاه. فعش كده حرام. والمجاهرة الجهر وهو ضد ايه؟ الخفية. وخرج بها نحو السرقة على القول الاول، لما قال مجاهرة خرج السرقة. لو عرفها من غير مجاهرة اخذ الشيء ظلما بس، دخلت السرقة من حيث اللغة لا من حيث الشرع. واضح؟ ودخل على القول الثاني فيسمى غصبا لغة، وان كانت لا تسمى غصبا شرعا على ما يأتي. قول وشرعا عطف على لغة، وقول الاستيلاء هو مصدر استولى، يقال استولى زيد على كذا إذا صار في يده، وعبر به ولم يعبر بالأخذ كسابقه ليدخل ما لو ركب دابة. ليه ما قالش الأخذ؟ قال لك الاستيلاء. قال لك لأن الاستيلاء يشمل الأخذ ويشمل إشغال الملك وهو في مكانه. واخد بالك؟ يعني ايه الاخذ؟ اللي هو للمنقول، حاجه تعرف تنقلها تاخدها. طب حاجه ما تتنقلش، عماره شقه، دي ما بتتنقلش، يبقى ايه؟ يبقى الاستيلاء تنفع للاثنين، للاخذ للمنقول وغير المنقول. واضح؟ خدت بالك كلام الفقهاء؟ عشان كده الفقهاء يختار لك الكلمه اللي هي موزونه بحيث تيجي تلخص ما تعرفش تلخص. هو كلامهم كده، لأن ده على مرور السنين قعدوا يراجعوا كلمة كلمة بحيث ما تعرفش تشيل كلمة بقى. هو مصدر استولى، يقال استولى زيد على كذا إذا صار في يدي وعبر به ولم يعبر بالأخذ كسابقه ليأخذ ما لو ركب دابة غيره أو جلس على فراشه، فإن ذلك يسمى غصبا شرعا وإن لم ينقلهما، لأنه يعد مستوليا عليهما. ثم إن كان الفراش صغيرا ضمنه كله لأنه هيشغله كله، وإن كان كبيرا ضمن ما يعد مستوليا عليه، الحتة اللي شغلها بس منه لا جميعه. ولو جلس عليه آخر بعد قيام الأول، طب افرض أنا إيه استوليت على الفراش وقعدت عليه، وبعدين بعد كده رحت قايم جاء واحد قعد عليه تاني، كويس، بعد قيام الاول فهو غاصب له برضه، والتاني لا يبقى غاصب برضه ليه، يبقى الاول غاصب والتاني غاصب برضه، ويضمنه ايضا. واضح؟ وقرار الضمان على من تلف تحت يده. افرض بقى تلف الفراش ده وانا عارف تلف من الاول او من التاني، يبقى اللي تلف تحت ايده هو اللي يضمن. واضح؟ فإن تلف بعد انتقال كل منهما عنه، يعني هما الاثنين مشتركين في تلفه، هما الاثنين، فعلى كل القرار. يعني بمعنى ان لو واحد فيهم ضامن الثاني ما يدفعش، مش كل واحد بقى يدفع يبقى اخد انا ثمن الفراشين، لا، يعني على كل القرار، يعني في الضمان، بمعنى ان من غرم منهما لا يرجع على صاحبه، لا أن المالك يغرم كلا منهما بدل كل المغصوب كما هو ظاهر. ولو ركب الدابة مع مالكها أو جلس على الفراش مع مالكه فهو غاصب للنصف فقط، بالدراع كده، بالتاخد خدني جنبك يا عامل فراشي مش عايز تاخد، زي اليهود ما عملوا المسلمين ودخلوا كده خدوا منا فلسطين ولاد الذين، واخد بالك، بالعافيه كده بالدراع خدني جنبك، وبعد ما خدناهم جنبنا يقتلونا كمان، وبعدين كل شويه يقول بس انت مضايقني انا عايز اتقطع شويه، اقعد انت تحت السرير، وبعد شويه انت برضه مضايقني كل ما بتنطط تحت السرير بخبط في دماغك، اطلع من تحت السرير. وده عملوا كده بالظبط في الفلسطينيين، ربنا ينجينا منهم.
قوله وقوله على حق الغير أعم من قول غيري على مال الغير، لأن ما يقول حق الغير يدخل حق الاختصاص كمان وحق الانتفاع، واخد بالك، والمال يدخل كله بقى. أي ظلما يقال عدا على حق الغير أعم من قول غيره على مال الغير، لأنه يدخل فيه الاختصاص كما يذكره الشارح، ويدخل فيه حق التحجر. يعني أنا جيت في أرض موات مش ملك حد وأحيتها وحجرتها كده وعملت سور وبقت بتاعتي، واخد بالك إزاي؟ يبقى برضو إيه ده اختصاص، حجرتها يعني إيه؟ يعني حزتها خلاص. لا بس ما هي مش مال، دي عقار مش منقول. تقوم بس هو الوقت نقومها ليه؟ ما هي موجودة. كلام ده لو تلفت خالص، دي ارض، الارض العقار قاعد يسيبه يروح، هو ده اللي احنا عايزينه، ولا يقعد في الاخر يقول لي تبيع عشان يبرأ ذمته. طب وانت هتقهرني ابيع؟ انا ما كنتش عايز ابيع، فاهم؟ اديني حقي الاول وبعدين انا ابيع، او ما ابيعش بقى دي حريتي. واضح؟ لان يشترط في البيع وعقد البيع والشراء الاختيار مش الاجبار. زي برضو الواحد اللي واقف مثلا على شط النيل على الكورنيش وبيبيع جركن ميه، هو جايب الجراكن مليئة من النيل وحاططها كده على الشط، واخد بالك ازاي؟ بقى اسمه ايه؟ الجركن ده ملكه لانه حازه، مش طول ما هو جايبه من النيل يعني دافع فلوس. طيب ما هو مش بذل مجهود، اشترى الجركن ونزل وشال وعباه وحطه واقف في الشمس مستنيك انت وانت معدي يديهولك جاهز، يبقى لازم ياخد ثمن. فتيجي تقول له ايه يعني هتاخده كده بالدراع وانت كمان هتبيع لي الميه والنيل جنبنا؟ هو بالدراع، طب ما هو تعب، ده ملكه لانه حازم، فاهم؟ زي الصيد، انا اصطدت غزاله ورحت رابطها على باب بيتي ودخلت عشان اتوضى واصلي، رجعت قال دي غزاله عايشه في البريه دي ملك كل الناس، يروح فككها واخدها؟ بس انا اصطدتها بقت في حيازتي، فهمت ازاي؟ لان حيازه الصيد بحيازته، ملكيه الصيد بحيازته، فهمت ازاي؟ وهكذا كل حاجه على حسب. وقوله على حق الغير أعم من قول غيري على مال الغير، لأنه يدخل فيه الاختصاص كما يذكره الشارح، ويدخل فيه حق التحجر والمنافع. المنافع هنا علشان يدخل فيها إيه؟ الحاجات اللي هي لا تباع، زي السرجين وزي الكلب المعلم، واخد بالك؟ كل دي ما تتباعش، لكننا ليها منفعة عندي. فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق أو موات أو منعه من سكن بيت رباط مع استحقاقه له فهو غاصب. دي بتحصل بقى كل يوم. يعني هدي لك مثال، بس أنا ما برضاش أتخانق، يعني أبقى راكب عربيتي وماشي في شوارع نص البلد وما صدق بقى ألاقي حاجة كده على قد العربية أركنها علشان أنزل بس أقضي المصلحة وأمشي، يجي لك واحد مش ملكه المكان ده خالص، بس كل الحكاية ان هو منه بيجي كل يوم في المكان ده، فبقى عارف المنطقة، اما فاتح محل ولا بتاع، يقول لك لا ما تركنش هنا بالدراع كده، قلت الشارع ده ملك كل الناس والمكان فاضي. يعني لو حالة هجيب له بقى كتاب البيجوري هعملها خناقة، واخد بالك؟ وانا جيت الاول، انت عربيتك هتيجي لسه بعد ساعة، انا مالي تفضل انت حاجز المكان وحاطط لي كرسي عشان عربيتك هتيجي لسه بعد ساعة؟ ما ينفعش، حرام. أو دي نوع من الايه؟ الغصب. تصدق دي غصب؟ غصب، هو مش واخد باله، يقول لك أنا خارج كل يوم باكل عيش، ده أنا فاتح محل وبتاجر وبتاع، بس يرتكب حرم. تبقى أمام بيته يا سيدنا، يعني هو مثلا متعود يركن عربيته أمام بيته أو أمام ديره. أنت أمام بيتك ليك 2.5 متر اللي هو قدر الرصيف، هو الحكومة قايلة كده، صح؟ نظام التنظيم اللي احنا اصلا ماضيين عليه وموافقين عليه كلنا هو كده، يبقى خلاص. لكن جراشك اللي جوه بيتك لا، ما يخشش جوه بيتي ولا يركن قدام المدخل بتاعي، عشان لو انا راكن حاجه عربيه اطلع بيها،
انما لو جنب الرصيف ركن يرك خلاص ادم جالها فاضي قبلي خلاص ما يجراش حاجه، حاجه بسيطه. فهمت بقى يا استاذ؟ علشان كده في سيد اللي كان قبل محمد هنا سيد وهب كان يقول احنا عايزين نعمل اعمده كده عشان ما حدش يركن، عشان اما حد يجي بالعربيه مننا نشيل له العمود ده. قلت له لا يا ابني، احنا هنغتصب الارض، ده شارع ملك الناس كلها، ده غصب. بقى انا بعلم الناس البيجوري وفي الاخر انا اغصبها؟ ما ينفعش. وناس كتير عامله الحكايه دي على فكره، وده غصب. لو قروا باب الغصب ما يعملوش كده. تقوم الحقيقه حتى تسهل، تبقى سهله على الناس كلها. يدخل في المباح والمباح اولى زي المسجد، ملكيه عامه. مو زي المسجد بالظبط، والمسجد ده مش ملك المسلمين كلهم ولا ملك اهل الحي، اي مسلم. وبعدين ده اي مسلم باي جنسيه، ولا علشان في مصر يبقى ملك المصريين بس؟ لو دخلت لقيت واحد ماليزي اقومه اقول له انت تقعد في مساجد ماليزيا، انت هنا ما ينفعش يا استاذ، ده ملك المسلمين كلهم. ما ده الحقيقه، واخد بالك؟ فيبقى ده الملكية العامة، يبقى ما ينفعش انك انت تسبق تقوم تقوم اللي سبقك. لو سبقت خلاص ما يجريش حاجة، حقك انت جيت لقيته فاضي فاخترت مكان حلو وقعدت فيه، خلاص ده ملكك، ملكك فترة اعادك. طب افرض انك انت قمت تتوضى، من حقك ترجع مكانك. فهمت ازاي؟ عشان كده العادة ان الانسان لو قام يتوضى بيعمل ايه؟ بيسيب الطاقية بتاعته. يقوم المسلمين على طول يعرفوا هذا الحتة دي ملك واحد بس بيتوضى. او يسيب السبح بتاعته، او يسيب مش عارف، او يجيب حامل المصحف يحطه يشغله لحد ما يتوضى. كل دي يعني امور بتبقى كل يوم حاصلة وبتقع في ايه؟ في الغصب، والناس مش واخدة بالها ان ده غصب وكده حرام. واضح؟ هو الشخص الذي ياخذ نقود في الشارع بالنسبة للسيارة، إذا كان مقابل إنه بينظم وبيحرسها لك، واخد بالك إزاي؟ ما يجراش حاجة، دي اسمها صدقات تكافل، يقعد يلمعها لك كده ويوضبها لك، وتبقى سايبها في حمايته، تقول له ده أنا أي حد يجي قلقان بس أقول له ده هيجي بعد نص ساعة، يبقى ونس برضه بيعمل لك حس يعني، واخد بالك؟ فيبقى كويس. أه طبعًا، لأنك أنت استفدت بجهده بلا مقابل. لا بس انت ماشي برضه في حمايته العامه، يعني عينه على المنطقه دي كلها، هو حاز المكان ده من حيث تنظيم العمل فيه، لدرجه بعضهم بياخدوا رخصه، ده بعضهم بيبقى معاه رخصه، واخد بالك؟ من المحافظه بيديله رخصه، واخد بالك ازاي؟ خلاص. وبعدين الامور التعامل مع المسلمين اصلا تلاقيه تعامل مش بالتحدي والقهر والغلبه، بالتراضي. يعني انت حتى لو انت ماشي لو قلت له معيش فكه معلش اعوضها لك هقول لك مع السلامه بيه ربنا يكرمك، صح ولا لا؟ ورضيته وما دفعتش حاجه بس قلت له كلمه حلوه، واخد بالك؟ انما تلاقيه جاي بيجري وتروح انت سابق العربيه، تروح هو يتكفي على وشه يتكسف ليه كده؟ استناه بس مش عايز تدفع له، ما يجريش حاجه، استناه وقول له انا معيش فكه بس. انما تقول له مالكش حق، هو انت ايه يعني عامل فرده؟ لا ما تتخانقش، ليه تتخانق؟ واخد بالك؟ ما هو جايب طول النهار قاعد في الشمس علشان يلمع عربيات الناس، مش عارف ايه، ينظمها لهم، يسيب العربيه دي ايه يزقها لك شويه ويزق دي شويه، بيعمل لك مجهود برضه يعني، كتر خيره. فالحكايه بسيطه. وساعات تيجي تديله 5 جنيه يقول لك لا ايه ده؟ لا 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 بيوقف. انا عمري ما حد، لا في وسط البلد دلوقتي بقت حاجه صعبه جدا، ما يجراش حاجه بقى. بس انت بقى هقول لك حاجه، انت بقى في مثل هذه الاحوال اديها بنفس راضي وريح نفسك. ليه بقى؟ علشان ما تلاقيش شغلت ذمه مسلم يوم الايام، فانت اديها له بنفس راضي واخلص. بيربي عيال، فاتح بيوت، واخد بالك ازاي؟ وراجل مسلم برضه، تساله اسمك ايه؟ محمد. تقول له بتحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ دغله من عينيا. طب دي مش لحد ده انا بقى عايز اشيله وقتك، واخد بالك؟ مش هدي له 5 جنيه، ده انا هدي له عمري. فالحكايه سهله يعني، انك انت بتتعامل مع ناس مسلمين طيبين مؤمنين. ايوه في زمن في غلاء وفي بطاله وفي حاجات كتير، ففي عوامل تانية في الموضوع داخله.
إذا كان بيستغل سلطته حرام عليه، وإذا كان حيظلمك بسلطته وديته أنت حاجة يبقى أنت حلال ليك وحرام عليه إنه ياخدها. بس معروفة يعني. فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق أو موات أو منعه من سكن بيت رباط مع استحقاق له فهو غاصب. كتير بقى الجماعة اللي هم البائعين الجاهلين، يلاقي واحد بياع سبقه في المكان اللي هو متعود يقعد عليه كل يوم، واخد بالك، يروح مقومه ويستغل سلطته، حرام، غصب المكان. انت عايز المكان ده تعالى بدري، كل ما تيجي بدري هتاخده، جيت النهارده متاخر اقعد في اي مكان تاني، واخد بالك. كل الحاجات دي موجوده، وتبص تلاقي ايه، بتخلي الناس رزقها يدخل فيه الحرام بدون ما يشعر. أو منعه من سكن بيت رباط مع استحقاق له فهو غاصب. أنا من حق إن أنا أسكن في البيت بتاع المدينة الجامعية، وأنا طالب جاي مغترب. يوم إيه يبتدي واحد من المسؤولين يمنعني إن أنا أسكن لحد ما أديله مبلغ، علشان عليه إقبال كتير. حرام. حرام. طب افرض مثلا واحد تاني ناظر وقف، وإحنا واقفين مثلا كذا عمارة علشان الطلبة يباتوا فيها المغتربين. يوم هو يستغل يدخل اللي يعجبه ويمنع اللي ما يعجبوش، حرام، لان ده له حق، يبقى ده غاصب، واخد بالك. كل الحاجات دي يدخل فيها الغصب، لانه بياخد بيستولي على حق الغير، فاهم. وقول عدوانا اي ظلما، يقال عدا عليه عدوانا اذا تعدى عليه وظلمه، ثم ان كان خفية من حرز مثله سمي سرقة. يعني لو خد الحكاية دي اللي هو مال غيره أو ما يملكه الغير من حرز مثله، من كل حاجة ليها حرزة، المحفظة في درج المكتب، فتح درج المكتب وخد المحفظة، يبقى خدها من حرزها. لكن خد المحفظة اللي هي محطوطة في الميضة لأن أنا نسيتها، يبقى ما سرقهاش، دي لقطة. فإن لم يبلغ عنها يبقى غصبها، واخد بالك ازاي. يبقى من حرز مثله سمي سارقة. أو مكابرة في صحراء، خدها زي وقفك على الدائري الساعة 2 الفجر ولا كات الموبايل، هات الفلوس اللي معاك، مش عارف زي ما بيحصل، والدائري بقى 2 الفجر دي يعني مفيش حد، أو في صحراء، يبقى اسمها محاربة، حرابة، قطع طريق، ياخد بالك، تسمى محاربة. أو مجاهرة واعتمد الهرب، عيني عينك كده بس، إيه الواد بيجري زي الوقت، يبقى موتوسيكل وهو ماشي يروح خاطف إيه، سلسلة بنت ماشية، شنطة بنت ماشية، واخد بالك. وتحصل الحكاية دي لسه عند أولاد رجب من شوية، من كام يوم سمعنا حاجة زي بتحصل في دي مجاهرة، واخد بالك ازاي، وخلسة ويجري، ده يسموه اختلاس. وان جحد ما اؤتمن عليه، طب افرض انا ائتمنتك على حاجة وبعدين جيت اطالبك بيها، فقلت لي مين اللي يثبت، انا مش فاكر، جحدها، يبقى يسمى هنا ايه، خيانة. وصريح ذلك ان نحو السرقة يقال له غصب شرعا، والمشهور انه ليس غصبا، فيزال في التعريف مجاهره مع الاعتماد على القوه. يبقى الغصب لازم مجاهره مع الاعتماد على القوه عشان يبقى عدوان. لكن لو مجاهره ومش مع الاعتماد على القوه، حياء عشان ايه؟ يعني استغل وجودك امام الناس يعني، وعارف انك انت مش هتقول له لا وكده عشان بتستحي وكده، يبقى بقى حرام. برضو حرام، لان ايه، ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. والغلبة لاخراج نحو السرقة، ولذلك قال بعضهم اعلم ان اخذ مال الغير على 3 اقسام، لان الاخذ له اما ان يعتمد القوة والشدة فذلك غصب وانتهاب. اشهر حاجة بيحصل فين؟ بتوع شرطة المرافق. انا اول ما اقرا السطر ده يجي في بالي مين؟ بتوع شرطة المرافق، اللي بيستغل قوته وسلطته
وينزل يلم الكراسي ويلم البضاعة ويلم. أنا فاكر راجل أيام ما كنا ساكنين في المانيال، واحد كان بيشتغل في السوق، في السوق كده بيبيع برتقان، راجل غلبان يعني كل اللي عنده، عنده عيال، كل ثلاث أربع يعني أسابيع يعدي عليا أديله ثمن ميزان. عشان إيه؟ جت شرطة المرافق خدت الميزان بتاعه وخدت البضاعة بتاعته، فبتيجي على دماغنا. أنا أديته أول مرة ثمن ميزان، فخلاص اعتبر إن شرطة المرافق بتاعه يروح سايب المرافق ياخد حاجته ويجي لنا عشان يجيب ميزان جديد. ما حرام كده؟ فإيه؟ فشرطة المرافق دي لازم تتقي الله في الناس. خد بالك لأن حرام. بيعتمد القوة والشدة والغلب وياخد أموال الناس، وبعدين ياخدوا البضاعة والجنود اللي معاه بقى في العربية قاعدين يقشروا البرتقال ويقشروا بقى الموز وقاعدين ياكلوا الفاكهة ويرموا ويمشوا ملكهم. ده ممكن الناس الغلابة، دم الناس. حرام حرام، كل ده حرام. مع الاعتماد على القوة والغلب لإخراج نحو السلام. ولذلك قال بعضهم: اعلم أن أخذ مال الغير على ثلاثة أقسام، لأن الأخذ لو إما أن يعتمد القوة والشدة فذلك غصب وانتهاب، وإما أن يعتمد الهرب فهو اختلاس، ياخذ ويجري. إيه واخد بالك؟ ده يبقى اختلاس. وكل منهما مع الجهر، فإن كان خفية فهو السرقة، والتقييد بالعدوان يخرج ماله، أخذ مال غيره يظنه ماله. طب افرض ان انا خدت مال غيري لكن انا ظنيته مالي، يعني انا لقيت الموبايل بتاعي ضايع وانا معلمه بعلامة عارف فيه، فبصيت لقيته في ايد واحد، فرحت استنيته ومراقبه لحد ما حطه كده على الفاترينة وانشغل يعمل حاجة، رحت انا واخده جديد. واخد بالك؟ عشان باخد مالي بقى. وبعدين بعد ما روحت البيت انا ظنيته بتاعي، روحت البيت لقيته انه فيه خدشه ثانيه في حته ثانيه ما كانتش موجوده، ده الظهر بتاعه هو مش بتاعنا. يبقى وانا باخده وظنيته انه مالي انا مش غاصب في اللحظه دي، وان كان هذا الفعل حرام. يعني ايه؟ لا اسم فيه، قصدي الفعل ده في الوقت ده على اعتبار ظني ده لا اسم فيه، لكن الضمان انا مسؤول بقى لما يتضح ان ده مش مالي، بقيت ضامن. يبقى اضمن وغير آثم، يضمن وهو غير آثم. واضح؟ فيقتضي ان ذلك ليس غصبا، مع انه غصب حقيقة على المعتمد، خلافا لقول الرفيع ان الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقة، وهو ناظر، لان الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس كذلك، بل هو غالب فقط. فلو عبر بدل القول عدوانا بقول بلا حق لكان أولى وأنسب. ولذلك قال بعضهم: ولو بلا قصد. والحاصل أن الغصب إما أن يكون فيه الإثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على اختصاص غيره أو ماله الذي لا يتمول عدوانا. يبقى فيها إثم لكن ما يضمنش. إمتى يبقى فيها إثم في الغصب وما يضمنش؟ لو خد اختصاص غيره اللي هو الذي لا يباع، زي السرجين، زي مثلا الحشرات اللي احنا ادينا أمثلة فيها دي لا تباع، واخد بالك؟ يبقى هنا لا يضمن لأنها لا تباع لكن يأثم، أو الضمان دون الإثم، أو يبقى فيها ضمان لكن ما فيهاش فيها الإثم، يعني ليست حراما لكن يضمن، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله. واضح؟ فهذه ثلاثة أقسام. وزاد بعضهم قسما رابعا، وهو ما انتفى فيه الإثم والضمان، كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاص، يعني خد مثلا إيه السرجين بتاع غيره لأنهم فلاحين جنب بعض بقى، فرح خده أتاري ده بتاع جاره، بس جاره إيه لما كنسه جابه قدام داره، فهو ظنه إن بتاعه فخده،
وبعدين جاء جاره وقال له لا ده انا كنت كانس الدار وحطه جاي انا لمه، انت ليه تاخده؟ يبقى هنا لا يأثم لانه ظنه ماله، وفي نفس الوقت لا يضمن لانه ده لا يتمول. واضح؟ يستسمحوا بقى رفع اختصاص، رفع اختصاص. ما هو ايوه، بس الفرق بين البيع ورفع الاختصاص ان لا ضمان. يعني انا لما الفرق في الضمان، يظهر الفرق في الضمان. يعني انا دلوقتي قلت له انت عايز تاخد الايه، احنا قلنا اسمه ايه؟ ها؟ سباخ. اه مش عارف ليه بنسى كلمه سباخ. المهم قلت له ايه، انا عندي سباخ كتير عندي في الدار بتاعي في الارياف، خدها يا سيدي بألف جنيه. خدت بالك ازاي؟ الألف جنيه دي مقابل رفع اختصاص. على ما سافر هو وخد العمال علشان ياخدها ويجيب عربية، حصلت حريقة فحرقت الدار بالسباخ، فراح ملاقيهاش وانا قبضت الألف، ما اضمنش. واضح؟ لكن لو كان بيع اضمن، اجيب له غيرها. فهمت الفرق بقى؟ فيبان في الضمان. وزاد بعضهم قسما رابعا وهو من تفى فيه الاثم والضمان، كان اخذ اختصاص غيره يظنه اختصاص، ولو اخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب. فقد قال الغزالي: من طلب من غيره مالا في الملأ، أي الجماعة من الناس، فدفعه إليه لباعث الحياء لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه، وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، فليحذر. قول: ويرجع في الاستيلاء للعرف، فما يعد في العرف استيلاء كان غصبا، وما لا فلا. فالمرجع في الاستيلاء إلى العرف، وهو المتعارف بين الناس، بحيث لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، وهذا ظاهر في العقار. وأما المنقول فلا بد من نقله، إلا الفراش والدابة فلا يشترط نقلهم. يبقى علشان يبقى اسمه استولى لازم العرف يقول عليه انه خد مال غيره بالحق بالباطل، يبقى ده اسمه ايه؟ نرجع عليه للعرف. قول: ودخل في الحق. نقف عند هنا، نكمل ان شاء الله يوم الاثنين القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر امورنا ويسر عيوبنا. الدروس دي اسمها دروس في الايه؟ في التصوف، لعلمك والله. هي دروس التصوف تبقى كده، المعاملات دي هو ده دروس التصوف. مش دروس التصوف ان في والي من الاولياء عمل ايده كده فطلعت بطه من تحت باطه، والتاني مش عارف ركب الميه، والتاني طار في الهواء، شويه كرامات الاولياء. هي مش هو ده التصوف. التصوف مش كرامات الاولياء ولا السبحه ولا التصوف، هو انك انت لا تتعدى على حقوق الغير، وتحرص على الحلال، وتبقى مع الله في كل احوالك، وما تبقاش ظلمت حد. تطلع من الدنيا كده مش ظالم حد، ولا خدت مال الغير، ولا تعديت على الغير. هو ده الصوف، هو ده الولي. ان يعيش مثلا في وسط الناس 60 سنه ويموت، لا خد مال غيره ولا ضرب غيره ولا جاب سيره حد. مش هي دي الولايه؟ هي دي الولايه فعلا، لانه امتحن كتير وبعدين عدى بكله. هي دي الولايه، الاستقامه هي عين الكرامه. نسال الله ان يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. سؤال؟ ايه اتفضل يا سيدي. لو رجل جاء الى المسجد ووضع حذائه في المسجد، وانا جئت الى المسجد وايضا وضع حذائي في المسجد، لكن كلاهما نفس الشكل خلاص، ما احنا قلنا ظنه ماله، يبقى لا اسم عليك. ما هو اخذ الحذاء ظنه حذاءه لانه شبهه، واخد بالك ازاي؟ يبقى ده لا اسم عليه. لكن عليه ايه؟ ان هو لما يكتشف انه مش بتاعه يرجعه. عليه ايه؟ الضمان بس، لكن لا اسم عليه لانه لما اخذه ظنه ماله. وعلى شخص ثاني الذي اخذ حذاء الشخص الاول ليس باسم النسيان، يعني هو يعرف متعمد، لان نقى ده علشان ده جديد شويه، يبقى كده ده حرامي. خده من حرز مثله، خده من مكان الاحذيه بدون علم صاحبه، يبقى ده حرامي سارق.
نسأل الله أن يسلمها. بالنسبة لدكتور حضرتك اللي تزور الانتخابات، هل تدخل في باب الغلط استعمال مثلا بعض المرشحين القوة طبعا أو مثلا؟ يا سيدي أصلا الانتخابات أصلا والنظام الديمقراطي ده كله أصلا غير إسلامي بالمرة كده من بابه كده، فهمت إزاي؟ ليه؟ هدي لك ليه، بس هقول لك أنا ليه. لأن لما يخلي تصويت الناس العوام الرعاع اللي ما يعرفوش المصلحة صوت واحد زي ده يساوي صوت شيخ لزر ده واحد وده واحد، يعني يخلي أهل العدالة صوت واحد والرعاع اللي ما يعرفوش مصلحتهم فين، اللي تشتريهم بجنيه وبعشرة جنيه وبمية جنيه زي الناس اللي لا تشترى ذمتها بملايين الجنيهات، وده يبقى واحد وده واحد، هذا الأسلوب أصلا غير إسلامي. ولأن ليه بقى؟ لأن لو اتبعنا هذا هتلاقي أغلب الناس رعاع، فلو المسألة الغالبية المطلقة يبقى هتبص تلاقي اللي هيقول المسلمين الرعاع، وده لا يقول به الإسلام أصلا، لأن القيادة أمانة. وعلشان كده أنا رأيي إيه؟ إن لو هيعملوا تصويت يقوم يتعمل في كل بلدة أو قرية أو قطر أو دائرة أهل العدالة الأول. مين أهل العدالة في الحي ده؟ حي المقطم اللي هم الناس التي لا تشترى ذمتها، هم دول اللي يرشحوا ويترشح، إنما ما يخليش العوام اللي جايين اللي يشترى ذمتهم، فهمت إزاي؟ ساعتها يبقى اللي هيمسك بقى مناصب ناس أهل فضل ومش محتاج يعمل دعاية، واخد بالك ازاي؟ لكن الاسلوب ده هيخلي، انا هقول لك حاجه، مش احنا نفسنا ننقل الديمقراطيه وحريه الانتخابات من امريكا والبلاد دي؟ هيجي يوم من الايام بسبب ان هي المساله الاغلبيه المطلقه بغض النظر عن مين اللي صوت، هتبص تلاقي اللي بيحكم امريكا واحد هوموسيكشوال. عارف يعني ايه هوموسيكشوال؟ يعني واحد شاذ جنسيا، يعني واحد متجوز واحد، راجل متجوز راجل، ويبقى هو اللي بيحكم امريكا. مين اللي جابه بقى حاكم امريكا؟ الاغلبية المطلقة. لكن لو كان اللي بيرشحه وبيترشحه اهل عدالة، عمرهم ما يجيب لك واحد من الجماعة الشواذ دول يخليه قائد. لكن ممكن الشاذ ده يترشح في دايرة من الدوائر ويشتري الاصوات ويبقى بعد كده عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس الشعب، وبعد كده كمان يبقى نائب رئيس جمهورية، وبعد كده بص ايه رئيس الجمهورية. يبقى الاسلوب ده اسلوب يخلي الرعاع تحكمها رعاع، والاسلام لا يبيح هذا، فده ثورة كبيرة، فهمتني ازاي؟ عشان كده انا لا اشارك ولا اطلب ولا اطالب الناس بالمشاركة، مذهبي كده. اللي يخلي صوت الدكتور علي جمعة والشيخ احمد الطيب والدكتور زقزوق يساوي صوت الراجل الكناس اللي تشتريه بخمسة جنيه وبعشرة جنيه، ده واحد وده واحد، ده نظام ظالم، فهمتني بقى ازاي؟ في اهل حل وعقد، اهل عدالة، اهل شهود، اهل شهادة، هم دول اللي يختاروا ويختار منهم، واضح الكلام؟ طول عمر هي دي الشورى. الشورى في الاسلام مش رأي الغالبية، لا، لان رأي الغالبية قد يضر، لكن ورأي أهل العقل والحكمة، فهمت إزاي؟ وأهل التجربة والذمم التي لا تشترى. في ناس لو عرضت عليهم الدنيا وما فيها عشان يغير كلمته ما يغيرهاش، وهو يمكن مش لاقي ياكل. هو النوعية دي هي دي اللي تختار وتختار، مش كده برضه؟ والله تعالى أعلم. لكن عندنا أصلا أنا عندي اعتراضات كتير على الأسلوب السياسي العفن المتعفن اللي موجود في أوروبا، وإحنا عايزين ننقل، وقاعدين بنحارب بقالنا من ايام سعد زغلول عايزين ننقله لحد دلوقتي، ومش عارفين ننقله كمان، ده احنا مش عارفين ننقله كمان، ده احنا كمان بنجيبه بطريقه مشوهه، ده احنا لو نقلناه بالظبط مصيبه سودة، فما بالك احنا لا عارفين ننقله بالظبط ولا عارفين ننفذه، فربنا ينجينا يا سيدي. التعامل مع الواقع انك انت تبدا بنفسك ثم بمن تعول، وتتقن ما اقامك الله فيه، وليسعك بيتك. يعني لا يشارك. ايوه هي كده، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، دي حكم الله كده. هتقول لي سلبي؟ لا مش سلبي، انت شوف ربنا اقامك فين واشتغل كويس باتقان، وانصح للمسلمين واحرص على الحلال وربي اولادك احسن تربيه،
والوظيفة اللي انت فيها او المهنة اللي انت فيها اتقنها، واخد بالك، وكفي المسلمين همها وخلاص. يقوم ربنا سبحانه وتعالى لو كل واحد في دائرته عمل كده ربنا هيخلي الحكام اولياء للظلمة، هيغير قلوبهم يبقوا اولياء يتوبوا الى الله. ابراهيم ابن ادم ما كان حاكم ظالم، بقى والي كبير، مش كده برضو؟ مالك ابن دينار ما كان شرطي ظالم، بقى مالك ابن دينار بعد كده. ربنا بيغير قلوب الفسقة والفجرة، لأن قلوب العباد لو تغيرت قلوب الرعية. فهمتني هذا؟ كيفما تكون يولى عليكم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بيفسر لنا القرآن، أصل ما فيش حديث إلا تلاقيه وراء آية، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يوم النبي يقول كيفما تكون يولى عليكم، كأنه بيشرح الآية. طيب نعمل إيه؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ما قالكش تبقى سلبي، لكن قالك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت لا تملك إلا نفسك ومن تعول، ولا تكن إماعة، إذا أساء الناس تسيء. إذا كنت طالب أحسن دراستك، وإذا كنت موظف أحسن وظيفتك، وإذا كنت مهني أحسن مهنتك، وإذا كنت بتدور على زوجة أحسن اختيارها، وإذا أنجبت أولاد أحسن تربيتهم وطعمهم حلال، وانت نفسك في بينك وبين نفسك ما تبقاش ظالم، عشان ربنا ما يوليش عليك ظالم. فهتبص تلاقي، شوف انا طول عمري عايش في مصر، طول عمري ما سبتهاش، من يوم ما اتخرجت ومن قبل ما اتخرج، من يوم ما اتولدت ما اشتغلتش بره، ما جبتش مليم من بره، كل رزقي بكسبه من بلدي طول عمري، واحتكيت بجميع عمري ما ربنا سبحانه وتعالى مكن مني ظالم لحد دلوقتي، وانا قربت اتحلل على المعاش فاضل لي 4 سنين، عمر ما ربنا مكن مني ظالم. هتقول اه كرامه، لا مش كرام، مش كرام، والله ما كرام، ولكن الحكايه ازاي؟ ان كل دور اخش فيه اعمله كما يجب، اشوف المطلوب مني بالظبط واعمله، ابص الاقي المسؤولين يقول لك اول ما تشاور بس يمضي لك، ليه؟ لانك شايفك محترم. بكلمك جد، رئيسك شايفك محترم، استاذك شايفك محترم، مش عارف ايه شايفك محترم، وهكذا. طب انا هقول لك حاجه، انا لما خلصت الماجستير في القصر العيني سنه 83 اصدر القصر العيني قرار من قسم الجراحه ممنوع تسجيل دكتوراه لاي واحد خارج القصر العيني لمده 5 سنوات لحد ما نخلص، لان عندهم كان ايه تراكم من دول القصر العيني، وانا مش متعين في القصر العيني لكن خريج القصر العيني. رحت انا مقدم على تسجيل دكتوراه، لان انا كنت بشتغل في الماجستير والاساتذه شايفين الشغل بتاعي، ولا يمكن اسيب نبطشيه اهرب منها ومش عارف ايه، وشافوا امتحاناتي وشافوا ورقي وشافوا مناقشاتي معاهم في اثناء العمليات في اوض العمليات. لما قدمت انا طلعوا من مجلس اسم الجراحه في القصر العيني كل اسماء الناس اللي مقدمين الا يسر ماضت، وسجلت الدكتوراه بعد نتيجه الماجستير ب4 شهور، مع ان القرار اللي عملوه ده ظالم، واخد بالك، قرار ظالم، لكن ربنا ما خلاش الظلم يجي علي. سبحان الله، كذلك نولي بعض الظالمين وبعضا بمكانك. ليه؟ لان زمايل اللي اترفضوا دول كانوا بيزوغوا في النبطشيات، وكانوا بيذاكروا بالعافية، وكانوا فاتحين عيادات، يقوم يسيب النبطشية ويروح عيادته بالليل ويجي مش عارف ايه، لكن انا كنت قاعد يجي في اي وقت يلاقيني جنب العيانين، جنب مش عارف ايه، مش مشغول في حاجة غير شغلي. فهمت ازاي؟ فبقيت محترم، تبص لي ربنا ما يوليش عليك الظالم، او ربنا يكفيك هم الظالم. ادي الحكاية، ما فيش سلبية، احنا مش اسلوبنا سلبي، بل بالعكس احنا اسلوبنا عدم ان تصطدم بالواقع فيحطمك وتحطم، وفي نفس الوقت تغير الواقع. النبي اصطدم بالواقع فحطمه، النبي ما اصطدمش بالواقع، لكن النبي غير الواقع، صح ولا لا؟ بالصبر والعمل. خلاص، انت شوف الميادين اللي ربنا اتاحها لك اشتغل فيها. انت ربنا اتاح لك، انا طبيب جراح، ربنا اتاح لي ميدان الجراح، ما روحش انا بقى ايه في الاطباء التانيين او المهندسين اصلحهم واقول لهم ان الفساد دب في الهندسه، والفساد دب في القضاء، والفساد دب في الجيش. طب ما انا اصلح الفساد اللي دب في مهنتي،
ده هو ده اللي انا مطلوب مني بس، لكن انا مش مطلوب مني اروح اصلح الفساد اللي في السياسة، مش بتاعتي دي، ربنا ما اقمنيش فيها. زي بالظبط ما ربنا يقيمك في مهنة وبعدين تشتغل تفتي الناس في الدين وانت مش عالم دين، انت مالك، انت مش عالم دين، ما تفتيش الناس في الدين، لو فتيت الناس في الدين تروح في ده. انا ربنا ما اقمنيش في المجال السياسي، ليه انا اقحم نفسي في المجال السياسي؟ انا ما اقحمش نفسي في المجال السياسي، شوف انا ربنا اقمني فين. انا في سنه رابعه طب، في سنه خمسه طب، خمسه طب كنا متخرجين كويس، والتقيت بالسيد عبد الله الصديق الغماري شيخ، وانا كنت في الفتره دي بحضر عند المشايخ والشيخ الحافظ الدجاني والشيخ نجيب المطيعي، وبحب علوم الدين وبحفظ القران وقرب تختمه وشغلانه جدا، يعني ايه عندي اهتمام كبير قوي ان انا ايه ما كملش حتى في الطب. واللي خلاني اخلص البكالوريوس ان انا ابن الوحيد لابويا، ومش عايز ان انا ايه اخيب ظن ابويا فيه، لان انا الموضوع ده الخطر ده كان عندي وانا في ثالثه طب مش عايز اكمل، لكن اللي خلاني اكمل ان انا بس ايه ابر ابويا عشان ما اصدموش فيا، فكملت وخلص ارضاء لابويا. لكن انا جوايا قلت اول ما اتخرج انا هغير الكارير بتاعي خالص كل اللي انا فيه. وقابلت السيد عبد الله الصديق الغماري بعد ما خلصت السنه الامتياز، وبعدين بقول له كده، قام قال لي ايه؟ قال لي يا يسري ربنا اقام العباد فيما اراد، ربنا اقامك تكون طبيب ولم يقمك لتكون عالم دين، فكن مع الله على ما يريد يكن لك على ما تريد. والله قال لي كده، هتريحني بقى بعد ما كان عيني هنا وعيني هنا وعيني هنا. رحت راجع تاني، عارف عملت ايه؟ جبت كتب البكالوريوس اللي انا نجحت فيها اصلا بدرجه جيد جدا، رجعت اقراها تاني بنيه جديده، وان انا عايز ابقى دكتور بقى، لان ده ربنا اللي اختارها لي بقى. شفت اما يبقى ليك شيخ مربي يحل لك الاشكالات. يوم لما ربنا اكرمني ومشيت بقى في الطب لحد ما خلصت الدكتوراه، وفي نفس الوقت كنت برضو بحضر على المشايخ، فربنا جمع لي الطب وجمع لي الدين. قال لي كده، كن مع الله على ما يريد يكن لك على ما تريد، نفس كلامه قاله لي بس اما عشته بقى فهمت ازاي. لكن ما فيش حاجه اسمها سلبيه، لكن لا تكن امعه، فهمت ازاي؟ انت تحكم نفسك وشوف ربنا فتح لك باب ايه وتقنه، وما تسيبوش ابدا لحد ما ربنا يسيبه لك، مش انت اللي تسيبه، فهمت ازاي؟ ادي الادب، ادي هو ده ادب المسلم مع الله، انك انت عبد مش رب. الرب يختار والعبد يطيع، انت عايز تبقى رب لنفسك عايز تختار، لا ما يصحش، فهمت بقى ازاي؟ شوف ربنا اختار لك ايه، اختار لي البيئة الفلانية، الزمن الفلاني، البلد العلانية، العصر العلاني، الطاقات والامكانيات اللي خلقها فيا، يبقى انا استغل الحاجات دي احسن استغلال. ما بصش اللي احزن مني فوقي ولا اللي اقل مني، انا اشوف امكانياتي ايه واشوف انا يبقى ربنا هيسالني على امكانياتي واستغلها احسن استغلال، ويبقى كل جهدي واللي بيدي فيه. انا زعلان من الاخوان المسلمين ليه؟ ان هم بيربوا اولادهم على انهم يبقوا مشتتين، يبقى العيل من دول في الجامعه في مجال معين يقوم ايه يقول له احنا واجباتنا اننا نسترد الخلافة ونجيب الاندلس ونحرر القدس، يعني المصيبة ده انا لسه طالب في الجامعة هعمل ده كله، يقوم يفاجئه بطلبات يعني ايه تقهره، يقوم يعيش طول عمره قاعد يضرب في كل اتجاه، يضرب في كل اتجاه والدنيا تضرب فيه، هو يضرب والدنيا تضرب فيه، صدام 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 ولا يصل لشيء للأسف. ما هو التدافع من خلال مجالك. انا الوقت التدافع بتاعي اعمل ايه؟ اعلم جراحين، انا اتعلمت الجراحه وربنا فتح علي في مجالي. التدافع بتاعي ان انا ايه؟ ان انا اجيب جراحين بيتعلموا غلط اعلمهم صح، وامنعهم من فعل الغلط علشان يعالجوا المرضى صح. لكن ما اروحش ادفع بقى قوات الجيش، ولا اروح ادفع بتوع اعضاء مجلس الشعب والشورى، ولا ادفع رئيس الجمهوريه، ولا ادفع علماء الدين اللي هم بيفتوا فتاوى غلط، لان ده مش مجالي. ولو كنت انا بفهم حتى في الحاجات دي بس مش مجالي، ربنا اداني مجال معين اشتغل فيه. واضح الكلام؟
بس نقعد نرغي للصبح تقلب دماغك، لكن شوف النبي بيقول لك ايه، ابدا بنفسك ثم بمن تعود. ببساطه كلام النبي حلو، اقعد قلبه كده تلاقيه هو كده. فلا تصطدم بالواقع، فلا يحطمك ولا تحطمه، وتطلع من الدنيا سليم من عز الفتن. يبقى الناس عايشه في نار وهي برد وسلام عليك. والله كده، انا كده حياتي كلها كنت اشوف كل الناس بتشتكي وانا حاسس ان انا برد وسلام، بس كنت اتكسف ان انا ما اشتكيش لا يحسدوني، فاضطر اشتكي معهم بالظاهر. طول الدنيا غلا والدنيا مش عارف ايه، لكن انا لا حاسس بغلا ولا حاسس، انا ماشي كده ما فيش في جيبي فلوس لكن مش حاسس ان انا زعلان. واخد بقى، مرينا بالمراحل دي كلها وبقينا ندور على اي حاجه نبيعها ونستلف ونعمل معناش فلوس، لكن عمرنا ما حسينا اننا مقهورين ابدا من الله. ده ربنا معانا في كل نفس. فهمت ازاي؟ بس الحكايه سهله. فانت طول ما انت ماشي مظبوط ربنا ما يوليش عليك ظالم، على مستواك الشخصي الاول، ثم على مستوى دائرة أهل الصلاح. فإذا كسرت الدوائر يخلي الوالي الكبير قوي اللي ماسك العالم دي كلها يبقى والي. فتغيير الحاكم هو تغييرك أنت، صورة الحاكم. واضح؟ والله تعالى أعلى. أنا دي وجهة نظري يعني، اللي أنا عشت بيها وحمود بيها وبنصح بيها حتى أولادي، إنه لا يصطدم بالواقع ولكن يغير الواقع، وبالتدريب حبة حبة وبرفق. واخد بالك ازاي؟ لكن لا تشارك في الواقع الفاسد حتى لا تكون فاسد، وفي نفس الوقت لا تصطدم بالفساد عشان الفساد ما يحطمكش، وتخليك انت كده حاجة كده نظيفة محترمة منورة في وسط العفانة والظلمة والبلاوي. بس اي ناس تشوف منور، منور ليه ده؟ لو حلو من كل الجوانب، ده الظاهر علشان مسلم، هو ده بقى، هي دي الدعوة، هي دي الدعوة بقى. خدت بالك؟ والله تعالى اعلى واعلم.